D E F Z S I Z K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. والآن يا أعزائي الطلاب، قوموا بطباعة الحروف الإنجليزية باستخدام مفاتيح الحروف من لوحة المفاتيح. ولعمل مسافات بين الأحرف، اضغط على هذا المفتاح من لوحة المفاتيح. وللانتقال من سطر إلى سطر آخر، اضغط على المفتاح Enter. لتغيير لون الأحرف التي قمت بطباعتها، أولاً قم بتحديد الأحرف عن طريق النقر عليها، ثم من التبويب الصفحة الرئيسية المجموعة خط، انقر على السهم الصغير عند هذا الرمز. وعند ظهور قائمة الألوان، انقر على اللون المطلوب. ولتكبير حجم الأحرف التي قمت بطباعتها، انقر على السهم الصغير عند هذا الرمز، ثم قم بالنقر على المقاس المناسب. وللكتابة بالحروف الإنجليزية الكبيرة كابيتال، اضغط على هذا المفتاح من لوحة المفاتيح. والآن يا أصدقاء، قوموا بتطبيق ما تعلمتموه اليوم واطلبوا من المعلم مساعدتكم.